مساء جميل عليكم اخواتي واصحابي المصريين من اقصاها لاقصاها، من اسكندريه لاسوان، لاي حد بيحب النظام. عودتكم في برنامج ضد الفوضى ان احاول اجيب ملفات مزعجه، ملفات ناس كتير جدا زعلانه منها. بحاول اكون مع الناس لان انا مع الناس ومن الناس وبحب الناس، وما عنديش استطاعه ان اشوف حاجه غلط واسكت. النهارده عندنا كابوس اسمه الطلاق. مصر كلها مسمع فيها الكابوس ده، أعداد رهيبة. كابوس، تيجي تسأل على الأسباب بتاعة الطلاق تلاقي بعضها أسباب واهية ملهاش أي عازة، وتيجي تسأل على بعض الأسباب التانية تلاقي أسباب، فعلا في أسباب يعني صعبة شوية، بتتعدد الأسباب في موضوع الطلاق. بس المفارقة الغريبة اللي محدش يقدر يتخيلها ان كل دقيقتين ونص، كل دقيقتين ونص في مصر حالة طلاق. انت متخيل معايا؟ انت متخيلة معايا؟ عم احمد وعم حسين سامعيني؟ ولادنا بيتطلقوا كل دقيقتين ونص، مهزلة، حاجة لا تطاق. عندنا 5.6 مليون مطلقة في مصر، متخيلين انتوا؟ رقم مش يزعل، رقم شديد الأهمية والخطورة. ده مصر، دي بلدنا، 5.6 مليون مطلقة. طب ولادها فين؟ مين اللي بيسأل عليهم؟ مين اللي بيشوف أحوالهم؟ طب هي هتنزل تشتغل ولا تصرف عليهم؟ طب هي بتعرف تشتغل؟ معاها شهادة ولا معهاش؟ ظروفها إيه؟ مأساة غير عادية. عندنا 7 ملايين طفل نتاج حالات الطلاق في مصر. على المستوى العالمي كل ربع دقيقة حالة طلاق. طبعا السادة الرجالة محترمين، رجالتنا زعلانين من قانون الأسرة، فعملوا جروب اسمه تمرد ضد قانون الأسرة على الفيسبوك، ومنهم اللي عمل جروب ان هو ضد الستات. على الناحية الأخرى، الناحية التانية، تلاقي الستات المحترمات عاملين جروب نفس القصة. أنا مش هذكر لكم أسماء لبعض الناس اللي بتسيء للعلاقة الأسرية في مجتمعنا. تشوف ناس طالعة علينا تقول لك المساواة، معاك، محدش يقلل من دور المرأة في المجتمع، لا يمكن. المرأة هي السيدة مريم وفاطمة والسيدة خديجة والسيدة عائشة. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بها، استوصوا بالنساء خيرا. وعندك الآية الكريمة واضحة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ركز، أصل ما فيش أحلى ولا أجمل ولا أعظم من كلام ربنا. ممكن أنا أتكلم وغيري يتكلم،
وفلاسفه تتكلم وعمالقه تتكلم، بس مفيش احسن من كلام ربنا. انت وانا وانت عارفين الكلام ده، عشان كده عاوزك تقف قدام الايه دي كتير. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خلق لمين؟ للرجاله. يعني بيقول لك خلي بالك من الست اللي معاك، طبطب على الست اللي معاك، استحمل الست اللي معاك. بعض الفلاسفه بتقول لك عايز تعيش حياه زوجيه حلوه وجميله، يبقى تخليك ما بتسمعش، الزوج ما يسمعش والست ما تشوفش. يعني الزوج يعيش أصم والزوجة تعيش عامية عشان الأمور تبقى جميلة. دي بعض الفلاسفة. بس احنا إذا كنا بنقول أقاويل الفلاسفة، لكن عندنا كلام ربنا وعندنا كلام سيدنا النبي وعندنا الفقهاء والناس الطيبين والمحترمين. الإحصائية اللي قدامي دلوقتي دي مش تزعج، دي أمن قومي والله العظيم. الإحصائية دي أمن قومي. ما هو حالات الطلاق دي لما تبقى عالية كده وتزيد كده، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى عندنا أطفال مشردين، وهيبقى عندنا أطفال عندها خلل أسري، ما عندهاش رعاية. ما هي الأم مش لوحدها، الأم مش هتربي لوحدها، خلي بالك. وأنت لو مش قد الجواز ما تتجوزش من الأول كده. طب الكلام ده هيزعل مني الرجالة. أرجع وأقول لكم، الستات إخواتي وزوجتي وأمي وحماتي وستي وجارتي واللي معايا في الشغل وولادي. الست هي حاجة كبيرة قوي، عندها أخطاء؟ آه عندها أخطاء، عندها مشاكل؟ عندها مشاكل. هما الستات عشان نبقى واضحين مع بعضينا عندهم بعض التقصير في حاجات، زي ما الرجالة عندهم تقصير في حاجات، عشان ما حدش يقول لي انت جيت على الرجالة وجيت وسبت الستات اخواتنا. لا، انا واقف في النص، انا ولا واقف مع دول ولا واقف مع دول. انا عايز اقول لك احنا في امن قومي. لما نسبة الطلاق تبقى بالرقم ده، ده احنا كده في مصيبة، كارثة. انت متخيل معايا الموضوع ايه ولا انت مش مركز؟ بقول لك 5.6 مليون حالة طلاق في مصر امرأة مطلقة. مش هتعصب، بس دي حاجة تعصب اي حد. يقول لك حالة طلاق كل 2.5 ده على مستوى مصر، وكل ربع دي على مستوى العالم. عملوا جروبات في الفيسبوك وقانون تمرد ضد الأسرة وجروب ثورة الآباء في مشروع قانون بيناقش في 224 مادة معروض على مجلس النواب. يا رب يهتموا بيه شوية ويطلعوا لنا قانون يحمي الأسرة، مش يحمي الست ولا يحمي الراجل. معايا تقرير من شارعنا وشوارعنا في مصر، إخواتنا وأصحابنا، اسمعوا بيقولوا إيه. اتفضل. عدم الثقة هو اللي أساساً اللي بيخليهم يعملوا طلاق. مش عارفة تربي ولادها كويس يعني. أسباب الطلاق؟ الجواز المبكر. أسباب الفقر، أوضاع البلد أو أوضاع العالم بشكل عام. احتياجات البيت مش كاملة، بتطلب منه احتياجات، مشاكل الأولاد. ممكن يكون سبب الخيانة، أو ممكن يكون سبب إن هي مثلا في علاقة ما بينها وما بين شخص آخر غيري، فدي ممكن تكون أسباب فيها الطلاق لو لم تتراجع. على
حاجات تافهه يعني، ممكن الناس بقت عصبيه زياده عن اللزوم فده بيؤدي للطلاق يعني. العائلات المصريه عامه هنا من دواعي يعني تدخلها في المستوى، وهم على طول بيتدخلوا في مستوى الحياه الزوجيه، فده من اساسيات اللي بيخلي الشخص يضطر يتخلى عن الانسان اللي قدامه. قله الاهتمام، البص بره، اما الراجل يبص بره بيهمل بيته وبيهمل عياله. ايوه طبعا انتشر في الفتره الاخيره جدا. بسبب كل حاجه بقت سريعه والتواصل الاجتماعي دي هي اللي دمرت الدنيا طبعا. الجواز وكل حاجه بقت سريعه، والجواز سهل والطلاق سهل وكل حاجه. مش قادره تتوافق مع زوجها. الكابوس ده شفنا في التقرير اللي قالت اسباب الخيانه، اصله بيبص بره. العلاقات الاسريه بين الاسرتين، الفقر، ما عندوش اهتمام بزوجته، مشاكل متعدده. بس عايز اقول لكم على حاجه جميله قوي. زمان ايام ستي وستك ووالدتي الله يديها الصحه ويبارك في امهاتنا ويرحم اللي ماتوا ويسترها مع امهاتنا جميعا، كان زمان البيت هادي، كان اللي يتطلق ده حاجه يعني تبقى يعني حاله شاذه. دلوقتي بقى تيك اواي، يبعت لها رساله على الواتس انت طالق. انت متخيل معايا الموضوع ده؟ دي مهزله. طب هو كان زمان ايه والنهارده ايه؟ زمان كانت الست بتتحمل وتستحمل. اه والله دي الحقيقه، اسمع مني، اصل انا مش بعيد عن المجتمع المصري ولا انت بعيد. الستات زمان امي وامك، ستي وستك، والله كانت بتشيلها من بقها وتديها لابنها، كانت بتستنى الوقت اللي يجي زوجها فيه البيت وما تحسسوش بأي مشكلة، حتى لو كان في البيت طبق بصارة عمرها ما تقول له احنا ما عندناش، تحسسه بالأمان، ما تقولوش على مشاكل. عشان كده كانت البيوت ماشية وكانت تمام البيوت، ما كانش في حالات طلاق. يقولك احنا ما عندناش حد بيتطلق. طب ليه يا عم الحاج ما عندكش حد بيتطلق؟ عشان الست تستحمل. طيب معانا تليفون من الاقصر. استاذه ليلى اهلا بحضرتك. الو الو استاذه ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه ليلى. انا في رأيي من اسباب الطلاق عدم تربيه الاولاد على تحمل المسؤوليه. علي صوتك يا استاذه ليلى. بقول انا من رأيي عدم تربيه اولادنا على تحمل المسؤوليه. اه ده رأي جميل جدا. الاستاذه ليلى من الاقصر بتقول لنا، متشكرين يا استاذه ليلى. شكرا. متشكرين لحضرتك. الاستاذه ليلى بتقول ان من اسباب الطلاق ان احنا بنربي اولادنا على عدم تحمل المسؤوليه. ده كلام مظبوط، انا معاها، انا معاها ومتفق معاها تماما. ليه؟ بيطلع لنا شباب وبنات ولادنا اللي هم عاوزينه بنجيبه لهم، مفيش مشكله انا معاك، بس تيجي تتجوز او هو يتجوز بيبقى ما عندوش القدره والتحمل المسؤوليه. مش قادر تتحمل المسؤوليه يا حبيبي ما تتجوزش، وحضرتك مش قادرة تتحملي المسؤولية ما تتجوزيش. معانا الأستاذة سارة من البحيرة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أستاذة سارة اتفضلي. أيوة يا دكتور. اتفضلي حضرتك. بنقول لحضرتك تعمل إيه في البني آدم اللي بيسمع كلام أمه في كل حاجة؟ معلش أعيد الكلام حضرتك، أنا آسف أستاذة سارة. تقول ايه للبني ادم اللي بيسمع كلام امه في كل حاجه؟ لسه هنيجي دلوقتي يا استاذه ساره، الموضوع ده معايا وهتكلم فيه برضه. فعلا واخته عنده اخت مش متجوزه، ماشي زي غيره، زي انا بقالي 5 سنين متجوزه عايشه في عذاب
ومحاكم وطلاق. تمام تمام يا استاذ ساره، رسالتك وصلت، رسالتك وصلت. معانا الاستاذ علي. استاذ علي منين؟ الو، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي. من الاسماعيليه يا باشا. الاسماعيليه. وانت انا عندي واحده جارتي والله استاذ. بلد الرجاله، اتفضل. بقى لها ثلاث سنين. الو، اتفضل يا استاذ علي. بقى لها ثلاث سنين يا استاذ دلوقتي واقفه على الطلاق، وجوزها رماها بقى لها. سامعني كده؟ سامع حضرتك، اتفضل. عندي واحده جارتي. جارتك؟ اه. طب ما تخليها تكلمنا. طيب. طب ما هي خدها هي معاك اهي. اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. ايوه يا استاذ، انا جوزي رماني بعيلين. نفس المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. رماني بعيال بقالي 3 سنين وما بتصرفش عليا، وغلبت في المحاكم، ما حدش راضي يجيب لي اي حاجه. يعني انت اتطلقتي منه؟ لا لسه والله. هو اتجوز عليا، راح اتجوز على فرشي ورماني عند اهلي بالتلات عيال، وابويا متوفى. سامعين؟ سامعين يا حضرات؟ سامعين؟ سابني ومعايا عيلين، سابني واتجوز عليا. انا ما اقدرش اقول اتجوز عليكي او ما اتجوزش عليكي، ده موضوع بتاع ربنا، ربنا هو اللي شرعه. لكن انا ما اقدرش اقول غير حاجه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد يرمي ولاده. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد يفرط في اهل بيته. كل راع مسؤول عن رعيته. ولا احنا بنصلي على النبي وبنسجد ونصلي وما نعرفش حقوق الناس اللي علينا؟ يا رب تبقوا فاهمين الكلام. خلي بالكم، لان ربنا شايفنا وبيسمعنا، فلو احنا هنعامل لربنا مش هنرمي اهلنا واولادنا كده. طب اتجوزت ليه من الاول؟ ترمي ولادك؟ ده يرضي ربنا؟ ده كلام ما يرضيش ربنا. الموضوع ده يا جماعه كابوس. الاستاذه بتاعه الاقصر اللي اتكلمت معانا من شويه قالت ولادنا مش متحملين المسؤوليه. فعلا كتير من ولادنا كده، مش قادر تتجوز ما تتجوز يا حبيبي، مش قادره ما تتجوزيش ما تتجوزيش. الجواز علاقه اسريه فيها السكينه والموده والرحمه. ومعانا اتصال من اسكندريه الجميله، استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اتفضل يا استاذ احمد. هو كلمه بس، هي لو حكمنا شرع الله في ونتقي ربنا في كل حاجه، البيوت كلها هينصلح حالها، وكل بناتنا وكل ولادنا هيبقوا زي الفل والله. بس المشكله ان استاذ احمد انت يعني لخصت واوجزت. نعم. انت لخصت واوجزت. الله يبارك لك، متشكر لذوقك فعلا، كلامك جميل. انت لخصت. الاستاذ احمد من اسكندريه المحترم ده قال لو رجعنا كل حاجه لربنا بيوتنا هتبقى جميله. والله والله لولا اننا على الهوى ودلوقتي بتكلم على الطلاق، انا عايز ابكي. ولازم نبكي على البلد دي. مش انتوا عايزينها دوله كويسه؟ تسيبوا اولادكم وتقول اصل انا رفضوني من شغلي، اصل انا مش لاقي مواصلات، مش عارف، اصل انا متاخر. كل مشاكلكم كلها بتبتدي من الاسره. انت يا حبيبي اسرتك انت مش مهتم بيها، اسرتك انت مش شايف حالك فيها. والله انا عندي معلومه مكسوف ان اقولها بس هقولها. تخيل ان اب من الاباء، طبعا مش عايز حد يزعل مني من الرجاله لان لسه هقول برضو على مساوئهم، بس هقول لك اهو، في اب من الاباء
تخيل كان يجيب الحلويات ويخش يقفل على نفسه أوضة نومه وعنده أطفال، أنت متخيل؟ ويخش ياكل الحلويات دي جوه وما يديش لأولاده. ده شخص طبيعي؟ ده شخص يتحمل مسؤولية؟ ده شخص ليه كيان؟ مش ممكن. على الجانب التاني عندنا أم بتأثر في تربية أولادها، عندنا أم ما بتشوفش طلبات بيتها، ما بتنظفش بيتها، فزوجها بيقرف من البيت، بيبقى زعلان. الأستاذ أحمد من القاهرة، اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا شايف إن المشكلة الرئيسية إن الأهل ما بيردوش البنت أو الولد عن موقفه، يعني حتى لو كان بنتها غلطانة أو ابنه غلطان محدش بيقول ده غلط أو ده صح، كله بيجي لمصلحة الابن أو الابنة. كلام مظبوط. أنا فعلا يا أستاذ أحمد لسه حالا هدخل في الجزئية الجميلة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. مظبوط. كلامك محترم ويحترم. شكرين يا أستاذ أحمد. شكرا. أنا شايف إن التفاعل في الحلقة النهاردة جميل، وبشكر الناس اللي بتتصل مهتمية بالموضوع لأن دي كارثة وكابوس لازم نرجع شوية. النهاردة في التقرير والأستاذ أحمد وغيره اتكلم في جزئية مهمة جدا. الأم تيجي تسمع من بنتها ده عمل وسوى، تشتكي جوزها عادي، فالأم إزاي يعمل كده في بنتي؟ تقول لها لأ أنت تسيبي له البيت، تروح سايبة البيت. يرجع الزوج يقول لها انت مش مشيتي من دماغك مش هروح اجيبك. مشكله تانيه، حماتها عاوزه تشغلها معاها في البيت وهي بنت ناس، فمش هينفع يعني تخدم حماتها، مع ان والله في ناس بيعيشوا مع حماواتهم زي امهاتهم بالظبط، في نسخ جميله عندنا. اذن عندنا مشكله برضو الأسرتين. خلي بالك من الأسباب الجذرية والرئيسية في موضوع الطلاق الأسر. أسرة ده يقول لك لا ابننا ما غلطش، وأسرة البنت لا بنتنا ما غلطتش، خلاص يبقى نتطلق. أسهل كلمة. طب والولاد، الولاد اللي خلفوهم دول هيروحوا فين؟ دي مهزلة. لا لا القانون يجيب لها حقها. مش ممكن والله العظيم الكلام ده، كلام يزعل اي حد. معانا ام ياسر، اتفضلي. ايوه يا حاج. السلام عليكم. يا حاجه ازي حضرتك؟ انت دلوقتي حزنت في الراجل اللي ساب عياله، ما تحزنش في الست اللي مش قادره توري عيالها لجوزها. والله العظيم لسه هخش في الجزئيه دي. لا، لان هي انا مرات ابني سابت ابني من غير اسباب. ما انا لسه بقول اهو يا حاجه والله من غير اسباب. والله والله كلامك كلامك يحترم. انا لسه بقول، انا لسه بقول اخطاء الازواج واخطاء الزوجات، لسه بتكلم وكلامك يحترم وفوق دماغي. متشكريني يا ام ياسر. الراجل مالوش ذنب، الست اللي ليها ذنب، هي الست اللي بتخرب البيت. متشكريني يا ام ياسر. مش الراجل اللي بيخرب البيت. يا رب يسترك يا ام ياسر. الله. انتوا سامعين وشايفين عشان ما حدش يزعل، انا واقف في النص، ولا هزعل ده ولا هزعل دي، بس بقول الحقائق. في ستات فعلا مقصره، في ستات خربت بيوت. خلينا صراحه، تقول له انت حضرتك مؤهلك ايه؟ هيقول لها مثلا مثلا معايا كذا، بكالوريوس تجاره، لسانس حقوق، ايا كان المؤهل. طب ما انا معايا برضو كذا، انا زي زيك، انت تخدم في البيت زي زيك. ايه الكلام ده؟
هو يساعدك، ده كلام ما يزعلش، لكن انت مسؤولة عن الأولاد. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الجنة تحت أقدام الأمهات، ما قالش تحت أقدام الآباء. الأم هي المسؤولة، ترعى وتحافظ على بيتها. طب هتقول لي المشكلة الأكبر من الرجالة ولا من الستات؟ هقول لك الاتنين، بس سامحوني، الستات لو استحملت شوية زي ما الفيلسوف بتاع فرنسا قال، نيكسون بيقول لك خلي الست تعيش عمية وخلي الراجل يعيش ما يسمعش، تبقى حياة سعيدة وجميلة. ليه؟ الراجل لو فضل يسمع من أهات زوجته ومراته مش هيستحمل، وهي لو شافت أحواله واتكلم مع دي وعاكس دي وضحك لدي، البيت هيتخرب. الحالة اللي ميسر قالت لنا عليها دلوقتي حالة صعبة، تسيبي ولادك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي لو سبتي ولادك ومشيتي، زي ما اتحاسبنت على الرجالة اتحاسبنا على الستات، محدش يزعل مني، عشان ده مجتمع، دي بلد. هتقولي مال البلد ومال حالات الطلاق؟ هقول لك يا حبيبي، هي البلد دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجتمع. المجتمع ده بيتكون من ايه؟ من أسر، ولا انا بألف؟ دي أسر فيها أب وأم، فيها أولاد. ولادنا نور عينينا، ولادنا. ما ينفعش حالات الطلاق الرهيبة دي، ما ينفعش. أنا بقول للراجل لو مش قد المسؤولية ما تتجوز، وأنت لو مش قد المسؤولية ما تتجوزيش. احموا بيوتكم، كان زمان حالات الطلاق نادرة عشان الست كانت بتستحمل والراجل كان بيعدي. خلق لكم من أنفسكم، يعني دايما الراجل هو السيد. هتقول لي ما فيش حاجة اسمها سي السيد، هقول لك ماشي هنمشيها، ما فيش سي السيد، بس في حاجة اسمها في اتصال معانا. اتفضلي يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم محمد. طيب، واللي مسك مراته وبصمها على وصلات هو وأبوه، ومسكها خبطها بالمطوة، وجت هي عندي هنا غضبانة، بقالها 3 سنين عندي هنا، وأنا بربي في 6 أيتام، ولا رديني يدوها حاجتها وراح يتجوز، ولا رديني يدوها حاجتها، ولا رديني يدوها أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومش راضي يديها أي حاجة. يبقى إيه بقى؟ علشان الست أم ياسر دي يعني بتتكلم، بتقول إيه؟ بتقول يعني حسب الله ونعم الوكيل في اللي تسيب، وتسيب جوزها وتسيب بيتها وتمشي. طب هي تسيب بيتها وتمشي، ما هي سابت بيتها ومشيت غصب عنها، هتعمل إيه يا غير؟ شكرين يا محمد، والله عايز اعيط، عايز ابكي. ضربها بمطوه وبصمها على ايصالات ومشاها هي وعيالها. اسمعوا المهازل، انتوا اللي سامعين معايا على الهوا، والله العظيم ما اعرف حد من اللي بيتصلوا، ولا اعرف واحد فيهم ولا واحده، والله وانا على الهوا اهو. دي مهازل، يضرب مراته. طب ترضى حد يضرب اختك؟ يمد ايده على مراته ويشتمها؟ ترضى حد يمد ايده على اختك ويشتمها؟ ولا هو هنا حلو وهنا وحش؟ يضربها فتروح تعمل له محضر، تتسرع طبعا يعني للاسف، وتروح تعمل له محضر. كلام مش محترم. الزوجة بتعمل لجوزها محضر اصل ضربها. الاستاذ جلال اتفضل. السلام عليكم يا استاذ جلال، اهلا وسهلا. اهلا بك يا باشا. تقول ايه يا باشا للي على العمال وعلى البطال؟ غضبانه تيجي تقعد بال7 ايام، ولا لو كترت قوي 15 يوم وتمشي، وفي الاخر اشتكت بالنفقه، اخذت كنافيك للشقه، وبعد ما كنافيك للشقه ما ردونا على وصل امانه على بياض وعلى قايمه من تاني، ورجعتها من غير ما تجيب اي حاجه من حاجتها، وبعتها باعت الحاجه بتاعتها، وفي الاخر جت رمت للولاد ومشيت عند امها.
تقول ايه للستات اللي زي دول يا باشا؟ تقول ايه للستات اللي زي دول؟ الراجل منين عاوز يعيش بس هم اللي مش عاوزين يعيشوا. دول حريم مفتريه. معلش هو اللوم مش على الراجل بس، اللوم على الست اكتر من الراجل. شكرا يا استاذ، شكرا. هرجع لكلمه الاستاذ من محافظه الاسكندريه عشان رسالته جميله. هو لخص، لو رجعنا لربنا كل ده يتحل والله. رساله الاستاذ انا مش فاكر اسمه بتاع من محافظه الاسكندريه، انا بشكره. هو لخص، لو رجعنا لربنا كل الامور تتحل. معانا الاستاذ احمد، اتفضل. فقدنا الاتصال بالاستاذ احمد، نشكره على اتصاله. يضربها تروح تعمل له محضر؟ فوالدتها ووالدها خلاص ده مد ايده مش ممكن ترجع البيت، يروح يعمل ايه؟ يخلي اخته او امه تعمل محضر كيدي فيها. عشان ايه؟ يبقى محضر قدام محضر، مشي امورك. ما هي بلد قانون وورق بقى، نمشيها قانون بقى. فين ربنا؟ لو انت مسكت لسانك وما حكيتيش لوالدتك هو هيحترمك والله العظيم، حتى لو زعلك. اسمعي مني انا حاجات بسيطه كده بقولها على الهوا. هو زعلك استحملي شويه، ولما يلاقيكي ما اشتكيتيش هيحترم نفسه ويقول ايه ده، ده انا زعلتها وما اشتكتش. لا والله دي ست، دي ست الهوانم. يروح ايه؟ يرجع يبوظ دماغك والبيت يبقى جميل والاولاد يفضلوا وسطينا. استاذ معانا ام علاء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام علاء. حضرتك كان ليا يعني معلش وجهه نظر محدوده على قد يعني، ممكن اقولها؟ اتفضلي يا ام علاء، سامع حضرتك. حضرتك يعني الاسباب الماديه كلها بكل انواعها، دي نمره يعني دي حاجه كبيره يعني، الماديات كلها يعني التعاملات الفلوس كل حاجه في الحياه تمام. اما يحصل بقى انفصال، انا ليا رجاء يعني ان العيال دي ما تدفعش الثمن، هم دلوقتي اشتركوا في جوازه هم ما لهمش ذنب فيها تمام. بصرف النظر بقى نصيب راجل ست الغلط مش عارفه ايه الكلام ده كله، العيال ما تدفعش الثمن، يحلوا مشاكل عيالهم. هو بقى عايز يتجوز، عايز تعيش تربي، المهم العيال دي تعيش ما تتحطمش، لان احنا شايفين قدامنا امثله بالنسبه للطلاق دي، العيال لا محصلين اب ميت ولا محصلين ولا محصله ارمله ولا محصله اي حاجه. فحرام يدوا الله في العيال شويه. من اخطر الرسائل اللي قالتها الاستاذه دلوقتي، من اخطر الرسائل. عشان كده انا بقول للساده النواب المحترمين بتوعنا، اصحوا فوقوا شويه. السادة النواب دي مصر، دي الأسر اللي عايشة في مصر، اهتموا شوية بقانون الأسرة واحموا. لا مش عاوزك تحمي الزوج ولا تحمي الزوجة، هو يشيل نفسه وهي تشيل نفسها. أنا عايز الأولاد، الزمهم بعقد في حالة حصول أي أذى للأطفال الاتنين مسؤولين مع بعض. ما تخليش الحضانة مع الأم بس ومع الاب في حالات الطوارئ. نطلع فصل، اتفضل. التفاعل رهيب مع الحلقة، ما قدرتش أكمل، ما كنتش قادر أكمل بصراحة. مأساة والله، كنت جاي أضحككم. هتقولي ضحكنا على إيه؟ أصل في ناس بتتطلق
اصل هو بيشخر وهو نايم، تخيل انت. اصل ما عندوش اتيكيت في الاكل، والله اللي بقوله لكم ده بيحصل في حالات طلاق كده. كنت جاي احكم، الواقع اليم، الواقع اللي بنعيشه يزعل اي حد. كنت جاي احكي لكم حالات طلاق نادره كده، طلع ان الموضوع صعب ما يتحملوش انسان. عشان كده انا بوجه رسالتي، عندنا مشروع قانون اسمه مشروع قانون الاسره. اسمه ايه؟ مشروع قانون الاسره، مش الزوج ولا الزوجه. يبقى الاسره اللي هي ايه؟ الاب والام والاولاد. ابوس ايديكم، حافظوا على الولاد، ابوس ايديكم، احنا مش مستحملين. عشان كده انا عايز بوجه رساله، وانا عارف ان رسالتي بتوصل، والله عارف ان رسالتي بتوصل للبلد، لبلدنا. انا بقول رسالتي ان يبقى في قانون الاسره محافظه على الاولاد، نلزم الطرفين في حاله الطلاق يكون الاولاد في حمايه الاثنين، في رعايه الاثنين. مش هي اتجوزت تسيبهم له، هو اتجوز يسيبهم لها. يا جماعه دي مهازل، امال بتخلفوا ليه؟ مش قد الجواز ما تتجوزوش، مش قد الجواز ما تتجوزوش. احترموا نفسكم بقى شويه، البلد مش مستحمله. انت متخيل لما تشوف ابنك لما تطلق مراتك تشوفه مثلا متشرد في الشارع، وانت رحت اتجوزت وشفت نفسك ينفع؟ ولا هي راحت اتجوزت وشافت نفسها؟ سيب بنتك ولا تسيب ابنك؟ ضناك، دمك ولحمك. مهازل بنسمعها والله العظيم، مهازل، مش ممكن. عشان كده بوجه نداء للسادة النواب المحترمين اللي عندهم مشروع قانون الأسرة، اللي بيشرف عليه الأزهر الشريف، إلا أنا بجله وبحترمه، لازم يبقى فيه نطاق حماية الأولاد قبل حماية الزوج والزوجة. هي تقدر تشتغل وتكفي نفسها، لكن الأولاد، الأولاد ضعفاء. عشان كده بقول لك خلي بالك من أسرتك ومن أولادك. عامل ربنا، عاملي ربنا، استحملي شوية. زعلك معلش استحملي، وانت زعلت والدتك حاول تصلح فيما بينهم. الكلام ده موجود، مش عشان هي زعلت هي ووالدتك نطلقها، ولا عشان هي زعلت اخوك خلاص تبقى طالق. مش ممكن، مش حياة دي يا جماعة. والله كان زمان الأسرة المصرية دي، تشوفوا الصور بتاعت زمان في المتاحف المصرية، روح المتاحف كده المصرية اتفرج على صور الأسرة المصرية، كان ايه القصة؟ الست الهانم هي ملكة البيت، تخلي بالها من جوزها وهو يخلي باله منها، بتحافظ على أولادها. لو تعبوا تفضل سهرانة طول الليل، لكن النهاردة الأولاد تعبانين وهي ماسكة الموبايل بتلعب الشات والنت ولا إيه ده؟ إيه ده؟ حاولوا تهتموا بولادكم شوية، واحفظوا أسرار بيوتكم. والله العظيم لو إحنا طبقنا موضوع حفظ الأسرار ده واستحملت شوية، ما قلتلوش أنا زي زيك، ماشي زيك زي، مفيش مشكلة. يحترم الأدمية نحترم الأدمية بتاعت بعضينا، سواء هو ولا هي. الموضوع كبير، هحاول إن أنا أكمله فيما بعد، بس أنا عندي وقت في الحلقة. أنا حاولت أخليه للناس شوية، مشاكل بعض الناس. عندنا منطقة حدائق الأهرام في ناس فضلاء تواصلوا معانا من هناك. حدائق الأهرام دي حسب معلوماتي إن هي تابعة إلى محافظة الجيزة، وحسب معلوماتي إن فيها ناس محترمين، مستشارين وضباط ورجال أعمال. في ناس بتشتكي من أحوال
حدائق الأهرام وبيقولوا إن فيها بعض الجرائم ابتدت تنتشر. في ناس هتتواصل معانا من حدائق الأهرام بيقولوا إن نسبة الجريمة زادت في مدينة حدائق الأهرام، وبيقولوا إن السرقات كترت مع إن دي مدينة مغلقة، خلي بالك ليها بوابات، مفيش بعد كده بقى. طب نعمل إيه؟ معانا الأستاذ محمد، المهندس محمد من حدائق الأهرام، اتفضل. أيوة فندم. اتفضل. طيب حضرتك، أنا بس في شوية تعليقات كده بسيطة. لا يعني احنا عاوزين تعليق واحد منهم بس يا استاذ محمد. تعليق واحد منهم ولا تعليقات على الحدائق الأهرام ولا على البرنامج؟ لا على الحدائق الهرم. اتفضل يا فندم. أول حاجة الشوارع سيئة جدا. سيئة جدا وبعدين بيحاولوا أنا أظن إن السيد المحافظ ورجالته الرسالة هتوصل لهم في خلال دقائق معدودة يعني. طيب ماشي فندم، هكملها بس بحاجه. اتفضل. هما بداوا سفلتتها بالسن، ملا حدائق الهرم السن تراب. وللاسف بقت مشكله متفاقمه. حد مثال على كده هو شارع الخزان، اخد بال حضرتك. النقطه الثانيه حضرتك، حدائق الهرم نسبه الاشغال فيها بقت كتيره. هل يرضى حضرتك ان طفل يبقى مولود فيو دايز، شويه ايام، وبعدين يروح يطعم التطعيم الاولي في الحصري او في الهرم وما إيه يبقاش فيه نقطه؟ انت حضرتك عاوز تقول لي ان حدائق الاهرام ما فيهاش وحده تطعيم؟ لا والله يا فندم، لا والله. امال فين الرجاله اللي في حدائق الاهرام، الضباط والمستشارين والناس الافاضل اللي احنا عارفينهم دول؟ والله يا فندم ده انا بوجه رساله لوزيره الصحه السيده المحترمه على فكره، وعندي حل. برنامج سياده الريس اللي هو ال 100 مليون صحه، تمام، في مستوصف جنب مسجد المدينه. ال 100 مليون صحه بتاع سياده الريس اتعمل في مستوصف المدينه اللي هو بتاع جامع المدينه المنوره جنب البوابه الرابعه. تمام. طب ما احنا ممكن نستاذن الناس دي في حجر التطعيم على الاقل الحديث الولاده، بدل اهلها ما بيجروا شمال ويمين. متشكرين يا استاذنا، متشكرين على الكلام الذي يحترم. متشكرين يا باشمهندس. دي مصر لما يكون حدائق الاهرام اللي فيها فلل وفيها ناس محترمه مصريين، عشان الناس بتقول عشوائيات ما يزعلوش. اوعوا تزعلوا، الرئيس مهتم بيكوا وبيغير لكم مدن اهو. حدائق الاهرام ما فيهاش وحده صحه للتطعيم. حدائق الاهرام الشوارع فيها مش مسفلته. وعندي برضو مشكله جات لي من الشرقيه، في ناس من الشرقية اتصلوا بيا بيقولوا ان في ناس بياخدوا معاش الذي يطلق عليه معاش السيسي، اللي هو السيد الرئيس كان يعني فتح لبعض الناس المعاشات، يعني اللي هم غير قادرين على العمل وغير قادرين على الكسب. كلمني الاستاذ عبد الحميد شبانة، يا ريت يتواصل معايا دلوقتي ان شاء الله، بيقول لي ان في ناس بتقبض المعاش وهم عندهم اراضي في اولاد صقر شرقيه. انا بوجه رساله للشؤون الاجتماعيه في الشرقيه، رساله واضحه، في ناس بتقبض معاش السيد الرئيس او معاش الشؤون الاجتماعيه وهي عندها اراضي. مش عايزين الرئيس يزعل ولا المسؤولين يزعلوا. في ناس بتقبض وهي مش من حقها تقبض، عندهم اراضي، طب يقبضوا معاش ليه؟ استاذ عبد السلام. دم. يا استاذ عبد السلام اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا مستشار؟ اتفضل حضرتك. يا فندم سعادتك، يعني احنا قاعدين في قريه تبع نصر، ماشي، مركز اولاد صقر قريه الشوافيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. طبعا في ناس بسطاء خالص وناس يعني مش لاقيه رغيف العيش تاكله. تمام. مش لاقيين رغيف العيش.
مش لاقيين رغيف العيش. والله ما لاقيين رغيف العيش ياكلوا يعني كل الدعم اللي الدوله عاملاه ده وهم مش لاقيين رغيف العيش. فعلا ماشي. وفي ناس بسيطه خالص يا فندم، في ناس بسيطه خالص ماشي، وبتلاقي بعض وناس مسافره بره كمان، وبتلاقي بعض اشخاص اصحاب زمايلهم او قرايبهم موظفين. طب ده فساد، ده فساد. القبض يروح لهم كمان حتى البيت ماشي، والناس البسيطه مش لاقيه رغيف العيش. يعني احنا الناس في اللحيه. انت مطلوب ايه؟ مطلوب ايه يا استاذ عبد السلام؟ اتفضل. مطلوب يا فندم الناس البسيطه دي، الناس تشوف يعني سياده الريس عامل للناس كل حاجه. يعني عايزين بقى نتغير بقى وحياتنا تتغير. حاضر بقى. حاضر يا استاذ سلام. استاذ عبد السلام في رساله بسيطه قال لك ان في ناس بتقبض وهي معاها، عشان محدش يزعل، اصل هم ليهم معارف في الشؤون الاجتماعيه هناك، وناس من حقها تقبض وما بتقبضش. طيب الاستاذ حمزه عبد الرشيد اتصل بالبرنامج عندنا، هو من وراق، من اسم الوراق، بيقول ان في منطقه اسمها عزبه المفتي ما فيهاش وحده صحيه متكامله، الوحده الصحيه اللي هناك متهالكه وغير جديه، مش مهتميه بالناس. انا بشكر الاستاذ حمزه وبقول له على التواصل، وان شاء الله هنبلغ وزاره الصحه بهذه المهازل. نسال الله ان ربنا يوفقنا جميعا للخير لبلدنا، اولادنا وبناتنا، يا رب نشوف بلدنا كويسه. قلت لكم انا معاكم في اي حاجه ضد الفوضى، هفضل اسمع الناس صوتكم باذن الله، لان احنا عايزين نبقى بلد قويه، بلد محترمه، بلد كل الناس فيها بتاخد حقوقها. كنت معاكم في ضد الفوضى، متشكر لاهتمامكم، ومتشكر على الناس اللي اتفاعلت مع الحلقه، وبشكر كل مصري شريف، بشكر كل مصري محترم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.